السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في نيجيريا أو رقم السفارة الجزائرية في نيجيريا. رقم التليفون هو 0-234-93-14-28-4-0. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في نيجيريا أو رقم السفارة الجزائرية في نيجيريا 0-234-931-4-28-4-0. بكده نكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.